يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية في القاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 22، الإسكندرية 29 22، مطروح 28 21، بورسعيد 29 25، والإسماعيلية 33 21. أما في السويس 33 22، العريش 30 21، طابة 32 25، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 35 26. أما في الأقصر العظمى 39، الصغرى 24، أسوان 40 25، الوادي الجديد 38 24، حلايب 34 28، وأخيرا شلاتين 36 27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.